خلونا نروح لنجم هذه الجولة. قبل بس ما نتكلم عن مباريات بكرة، كابتن علاء عبد العال. كابتن علاء، ازي حضرتك؟ والف الف مبروك الفوز الاول لفريق إسترن كامباني. ويعني خليني اخد كلامك اللي انت قلته، ان انت قلت يعني ان ما قبل فترة الانتقالات الشتوية شيء وما بعد فترة الانتقالات الشتوية شيء اخر. اهلا بيك كابتن اسلام، وحشني كتير. يخليك يا كابتن، بارك فيك. وكان فوز فعلا مهم جدا في الوقت الحالي. نعم، وفعلا انا كنت صرحت وكان اتفاقي مع مجلس اداره نادي إستر كومباني ان ما بعد الانتقالات الشتويه وقتها بطوله امم افريقيه هبقى في كلام اخر يعني. وفعلا الحمد لله لعبنا 3 مباريات تم التعادل فيهم مع الاتحاد السكندري في اسكندريه والمصري في برج العرب، وكسبنا اخر مباراه مع سيراميكا كليوباترا. نعم، فالنتائج اختلفت الحمد لله للافضل. شكل الفرقه اختلف، ويمكن كان برضه الشكل اختلف النتائج من مباراه كاس الابطال الاخيره واستكملناها بمباراه الدوري الممتاز الحمد لله. مكسب مهم يعيد الثقه للاعبين ان هم يقدروا يصمدوا فرق كبيره ويقدروا يكسبوا كمان، فكنا محتاجينه جدا بعد ما كان الكل بيقول ان خلاص يعني إستر كومباني مش هيحصل على اي. لسه كنت هقول لك دلوقتي حالا الكلام ده، ان الكلام اختلف دلوقتي، ان إستر كومباني كان الفتره اللي فاتت كان بيقال ان هو اول فريق، انا بقولها لك بصراحه، اول فريق هينزل. دلوقتي الكلام اصبح لا، إستر عمل فتره انتقالات شتويه جيده وبالتالي ممكن جدا يكون من الفرق المتواجده. والله طبعا هو دوري قوي ودوري صعب والنقطه فيه غاليه. برضو الانتقالات الشتويه اللي احنا جبناش لعيبه نجوم يعني، احنا برضو في ظل الامكانيات الماديه المتاحه القليله قدرنا نستعوض اختيارنا للعيبه اللي هي موجوده في انديتها وما بتلعبش. مظبوط يعني. بس دي طريقتك يا كابتن علاء طول عمرك، يعني طول عمرك اذا كان هناك ان انت تستعين بالنجوم لكن انت دايما بتجيب او بتخلق نجوم. الحمد لله يعني انا اتمنى طبعا معايا نجوم لعيبه تسهل لك امور كتيره يعني زي ما فيوتشر دعم، زي ما فاركو دعم، هم فريقين صاعدين. نعم. انما المتاح هو اللي كان صعب. عارف انتقالات يناير وفات 7 مباريات بس من الدوري او 8 مباريات ودخلت انتقالات يناير، فما فيش فريق في الدوري هيسيب لعيب عنده نجم. مظبوط. رقم واحد او رقم اثنين. مظبوط. فبدات اشتغل على اللعيبه اللي هي رقم 3 مثلا في فرقتها او ما بتشاركش بصفه كبيره وتفوت مع اللعيبه سواء من خلال اداره النادي او من خلال الوكلاء. فاللعيبه اللي جت لا جايه عارفين ان هم هياخدوا فرصه جيده جدا معايا في الفريق. واعتقد يعني ظهر منهم لعيبه كويسه زي احمد بعدور، زي عماد ميهوب المطيل في الرغم ان هو تحت السن. لا هو علاء ميهوب رجع يلعب تاني؟ لا عماد. لا انا بهزر، انا عارف. انا سمعت عماد. علاء ميهوب خلي بالك، علاء ميهوب كان لعيب كبير قوي. علاء ميهوب كان يكسبك الماتشات دي كلها وهو واقف. لا لا علاء كان لعيب كبير قوي يعني. بالذكر يعني. لا كان لعيب وسط ملعب سابع عصره. مظبوط. اللي هو اللعيب رقم 8 اللي بيزيد اللي احنا بنقول عليه دلوقتي 8 و10. ايوه. هو كان بيشتغل بشكل رائع يعني. كابتن علاء انت برضو، انا اسف جدا وانت هقطعك بس في النقطه دي، انت يعني مشيت 2 نجوم يعني اعتقد اسامه العزب وصلاح عاشور، 2 لهم اسمائهم وخبرات كبيره في الدوري العام المصري وجبت مكانهم وراهنت على اسامي اخرى. يعني ازاي بتعرف تاخد القرار في مثل هذا الامر، خصوصا ان انت يعني فتره انتقالات شتويه زي ما حضرتك بتقول، مش مثلا فتره انتقالات او بتغير فريق او كذا. بص يا كابتن اسامه، هو كل الاحترام للاسماء دي طبعا، مش صلاح عاشور بس، لا صلاح واسامه عزب وعرف السيد وعاصم سعيد ومحمد عصام يعني اكثر لاعب. انما انا اتكلمت مع الاداره واتكلمت مع الجهاز الفني ان دول مش هيخدموا طريقه لعبي او اللي انا عايزه. هم لعيبه كويسه وكان ليهم اسم كبير وقعدوا في الملاعب، انما الفتره الحاليه دي لا، عايزه لعيبه تنفذ الشغل اللي انا عايزه. فهو قرار جريء وقرار انا تحملت مسؤوليته. بس بامانه اللي دعمني بقوه المهندس نصر عبد العزيز رئيس النادي، قال اللي عايزه علاء عبد العال يتعمل. يعني وما كلفتش النادي. يعني خلي بقى حضرتك، ما كلفتش النادي. بالعكس، انا اللعيبه اللي مشيت دي كانت تعاقداتها للموسم ده اغلى من اللعيبه اللي انا جبتها. مظبوط. فالمهم انت
يجيب اللعيب اللي هو ينفذ لك الشغل بتاعك، وعشان كده تم الاختيار. انما الموقف لسه صعب، ولسه طبعا لا لسه بدري. الدنيا طويله، احنا خدنا خطوه كويسه، يا رب نستمر عليها الفتره الجايه ان شاء الله. يا رب يا كابتن علاء. معلش اخد بقى حضرتك لجانب اخر، النادي الاهلي. النادي الاهلي في مبارياته الافريقيه شفت مباراته الاخيره وهزيمته امام سان داونز بهدف مقابل لا شيء، ازاي من قبلها تعادل النادي الاهلي مع الهلال السوداني؟ لا هو طبعا التعادل مع الهلال السوداني اعتقد ده كان امر طبيعي في ظل الظروف اللي هم كانوا فيها وحاله الارهاق والصفه وانت عارف دايما الامور الحساسه بين الانديه المصريه والانديه السودانيه، نعم، ان احنا اشقاء واخوات، انما كل واحد عايز يثبت الوجود، وبس، وخاصه ان الهلال بيلعب بطل القاره. مظبوط. واي فريق يلعب بطل القاره اللي هو النادي الاهلي هيعمل له الف حساب وعايز يعمل معاه نتيجه ايجابيه. فده انا شايفها نقطه طبيعيه في السودان. انما اللي احزننا هو الهزيمه الاخيره من صن داونز، رغم ان الاهلي افضل. يعني الاهلي اضاع كميه فرص غير عاديه. انما ده امر طبيعي برضه. يعني انا عن نفسي مش قلقان على النادي الاهلي، ومش قلقان على مشواره، ويحسب للعيبه النادي الاهلي وجهازه ان بعد الهزيمه قدروا يعملوا مباراه كبيره امبارح قدام فاركو. مظبوط. يعني ويفوزوا 4-1 واستثمروا. هنا بقى الفرق ما بين مباراه واخرى، هنا بتجيب 3 اهداف في 12 دقيقه، والفرص اللي بيجي لك بيجيبها جوان في 12 دقيقه، والمباراه اللي بتاع صن داونز على مدار ال 90 دقيقه اكثر من 6 7 8 فرص محققه مش عارف تجيب منها حاجه. فهنا التوفيق وعدم التوفيق، انت اللي هناك ايه؟ لو مستوى النادي الاهلي وحش، انما لا احنا شايفين لا. يعني انت مطمن من المستوى اللي حتى بعد الهزيمه، يعني الهزيمه بالنسبه لك لكنها سوء توفيق اكتر من سوء اداء. بالظبط كده كابتن الاسلام، وده وارد، وده وارد جدا في كره القدم، وفي انديه كبيره تتعاطل، انما المهم العوده سريعا. واعتقد النادي الاهلي خاض المسائل دي قبل كده، ودخل في التجارب دي قبل كده، وقدر يرجع بسرعه، وان شاء الله الثلاث مباريات اللي فاضلين هيفوز بيهم، عنده 4 كمان، 4 ماتشات، 3 على الارض وواحده بره. ان شاء الله على الاقل هيفوز ب3، ويبتدي يتعادل المباراه الرابعه مثلا مع صن داونز، وما فيش مشكله ممكن يكسب هناك ويوصل للادوار النهائي ان شاء الله. المباراه اللي جايه امام المريخ السوداني يوم السبت القادم شايفها ازاي؟ شايفها مباراه صعبه، وخاصه المريخ مش كويس. 4 نقط، 4 نقط. المريخ عنده امل وهيقاتل طبعا. اكيد لازم النادي الاهلي يستعد، انما انا بشفق على النادي الاهلي ولاعيبته من زحمه المباريات. مباريات الاهلي يلعب حوالي 5 مباريات في 12 يوم. مظبوط. متواصله منهم بطولات افريقيا وبطولات دوري. انا بشفق على اللعيبه وبشفق على الجهاز. أيوه. ربنا يعينه ان شاء الله. كابتن علاء انا بشكرك جدا جدا على وجودك معانا. كابتن علاء عبد العال المدير الفني لفريق ايسترن كامباني، طبعا زي ما حضراتكم عارفين يعني بيحاول طبعا الكابتن علاء ان هو يعود بفريق ايسترن كامباني لمباريات الدوري الممتاز، لانه المباريات الاولى ما قبل فتره الانتقالات الشتويه كانت الامور مختلفه تماما عن الامور دلوقتي. كل التوفيق لفريق ايسترن كامباني.